عصام تاجور المحامي والمتابع للشأن الليبي معي من بنغازي الليبية. سيد عصام أهلا بك معنا. معركة درنا يعني نتحدث عنها منذ فترة، ما الذي يصعبها خاصة إذا ما تحدثنا عن موقعها وسكانها؟ أولا من باب التصحيح فقط، هي الآن عناصر تنظيم القاعدة تحديدا التي تستخدم درنا كمكان لها حضاريا وجغرافيا كجبال وأودية محيطة بها. فبالتالي الآن الوضع في مدينة درنا هي مدينة ليبية، مدينة عربية إسلامية يختطفها تنظيم القاعدة الذي يبايع خليفة البغدادي أيمن الظواهري، كان تحت كتار أنصار الشريعة درنا وفقا لقرار مجلس الأمن في نهاية 2014 الذي سمي كجماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن وضم للقائمة الملاحقة بها وجماعة أنصار الشريعة مدينة بنغازي. في هذه اللحظات التي الآن نتحدث فيها حسب المعلومات الواردة والتصريح الصادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية، يؤكد فيه أن الأركان القوات المسلحة تندفع باتجاه درنا بعد تلقيها الأوامر من القيادة العامة لتنفيذ خطة مرحلية من مرحلة رئيسية لمراحل استعادة درنا إلى أرض الوطن، كما تم تحرير مدينة بنغازي والحقول المكية والموالي الليبية وجنوب وغرب الجنوب الغربي من ليبيا وبضع مناطق المنطقة الغربية على الحدود مع تونس. الوضع الآن حقيقة حسب ما أكد متابعين لنا قبل تدخلنا معكم في هذه اللحظات، بأن الجدار المطلة على المدينة الحاضرة الحضرية، المدينة الحضرية وليست في المنطقة المحيطة الجبلية الأودية، أصبحت الآن بأيدي القوات المسلحة، والقوات المسلحة تطل على درنا من عدة محاور وبعض المناطق المحيطة اللي هي زي ما نقولوا الجيش الآن ينشط أجزاء منها. لكن إذا كانت هذه العملية هي عملية دخول مباشر للمدينة أو هو تحرير، أم هي عملية رئيسية من عمليات استعادة؟ الله أعلم. هذه القوات المسلحة هي التي معنية بمثل هكذا تصريحات أو تأكيدات. أنا أنقل لك كمتابع وقارئ للمشهد الحالي أمامنا، لأن إذا كانت هي عملية أوامر بتحرير أو هي عملية تحرك، لما معروف عن درنا كمنطقة جبلية صعبة وأودية، الجماعات على نظام السابق صعوبة وظهور تلك المنطقة الجبلية، ليس مدينة الحاضرة الحالية أي مدينة داخل نقول المناطق أو الشوارع، بل الأودية والجبال التي تتحصن فيها هذه المجموعات الإرهابية. سكان درنا كيف يتعاملون مع هذا الموضوع؟ الان تتقدم كاي ناس، يعني كان يعني اذا انا اسقط اسقاطات حقيقيه، يعني زي ما بيجوا ينظروا، هم ناس مفروض على امرهم مع وجود موالين كما حصل في افغانستان وفي الموصل وفي مناطق اخرى في العالم عندما تغطرست بحكم الطبيعه والجغرافيا وبعض الاشكاليات التي كان يعاني منها الناس هي الفقر والجهل. هناك من تم استقطابه وهناك من تم غلب على امره، هناك غريبين يعني الناس اللي رافضه الذي لها كلمه او قادره ان تقول لا ومتحركه سواء على مستوى النشاط المجتمعي المدني او القانوني او الحقوقي او السياسي، خرجت من درنا مجبرين مكرهين، وبقي المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوه. صحيح. انا اشكرك جزيلا عصام تاجور المحامي والمتابع للشان الليبي، كنت معنا من بنغازي.